انت بتعرفي انه كل جمهورك خسرتيه؟ انت بتعرفي انه مش بس جمهورك، انت بتعرفي انه سقطتي من عيون ناس كتير، لانه الناس ما بتعرف انك مسلوبة الارادة. ترفعي دعوة على خيك؟ طيب الاخوة بيختلفوا، ما فكرتي بوالدتك؟ ما فكرتي بالماما اللي كانت قاعدة حدك كل الوقت عم تسندك وبتعينك؟ وكشوفارك لكل الناس اللي كانوا حولك عم يخدموك برموش عيونهم، هودي كلهم أخدت الأوامر إنك تطرديهم من حياتك؟ طب أنت مش مستحية من بناتك؟ مش مستحية مني؟ ما بتستحي من هالانقلابات على حالك اللي عم تعمليها؟ مرة بتصرح هيك، مرة بتصرح هيك، مرة بتصرح هيك، واضح انه ما عندك ثبات على رأيي. مش خايفة على ماما انك تتهمي خيك سحلك؟